till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop. صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم. عم بتابع صحيتنا المباشره على الهواء مع مواضيعنا المتنوعه والعديده. اول شيء باسم كل فريق البرنامج الشكر لكل الناس عن جد بكل انحاء العالم يلي عم بيكونوا على تواصل معنا وعم بيكونوا فعلا قريبين، وهيك عم نحس انه كل الاشياء اللي عم نقدمها هي اشياء عم توصل واشياء عم بيكونوا بحاجه لها من مواضيع، يعني الناس بحاجه انه يعرفوا عنها. هذا شيء كثير حلو وكثير مهم لنا. نحن برنامجنا اليوم مواضيع عديدة، أكيد البداية مع فادي ومع باركود. بونجور فادي. بونجور كاتيا، كيفك اليوم؟ منيح ماشي الحال. بتعرف أنه كتير كتير منيحة، دايما لازم أكون كتير منيحة للحقيقة، لأنه بالحياة في إشياء كتير صعبة، في إشياء كتير تفاصيل صغيرة تقدر تخليك أبدا مش منيح. صح. فنحن دايما منيح أنا وياك. مش يعني ما في شيء عاطل أو ما في شيء بيزعج، بس كله بيقطع. بس تعرف اليوم أنا بدي بس هيك فكرة صغيرة، هي إنه دايماً هيدي الجو الإيجابي يلي بيكون عند بعض الأشخاص واللي كتير مهم واللي كتير حلو ممكن يكون فيه دايماً يس نيفر نو. يعني دايماً أنت لما بيكون أي سؤال لك أو أي طلب بينطلب من هالشخص الإيجابي، دايماً هو عنده أول رياكشن إنه يقول إيه، ما بيقول لا، وبعدين بلاقي انه تعب وانه صارت الشغله على ظهره ثقيله، يعني بعدين بياكل الضرب. صحيح. فمعلش اذا تعلمنا اوقات نقول لا ونفكر قبل الايه حتى لو كنا ايجابيين. هلا انا اخذت معي وقت وقت كثير بس ماشي الحال. اذا وصلت للعال. شو عندك اليوم؟ عندي اخبار مهضومه كثير حلوه. هلا بنشوف قد ايه عندنا الوقت لحتى نحكي، نجرب نحكي عن كل الاخبار. يلا مش العالم ناطري. صباح الخير لكل مشاهدينا. كاتيا مثل ما كنت عم بقول لك اخبار حلوه، اخبار كثير هيك منوعه، وفي منها اكيد رح نصير من هالجادجتس اللي رح نحكي عنهم رح نستعملهم. هلا انا اكيد انه اول ايتم شوي صعبه استعمله مع انه هي كاميرا، بس هالكاميرا بتتذكر حكينا عنها حاصل بلاد، هي من اغلى الكاميرات. عم نحكي عن كاميرا هلا عاملينها بميديوم سايز. هالميديوم سايز بعده غالي، بعده كتير سعره عالي حسب كمان اللينس اللي حطينا، يعني عم نحكي كاميرا تقريبا سعرها بين 27,000 و 30,000 دولار برو، يعني فيري اكزاكتلي. بس هي اول شيء كاميرا فوتو، يعني كاميرا فوتو، كاميرا فينا نستعمل فينا نصور فيها فيديو. هي هال اتش 5 دي ال 50 سي، قبل كانت 50 هلا 50 سي لانه طوروا شوي امور فيها. ال 50 هي لانه 50 ميجا بيكسلز هالكاميرا. بس ليه بده يكون هالقد سعرها عالي؟ لانه اول شيء 50 ميجا بيكسلز اللي هي بعد ولا كاميرا يعني بعده سعرها اكبر من ال 50. مع انه كنت رح انفحت بال 50 لو ما كنت عارفه انه حاعطيك دولار. اكزاكتلي. بس هالكاميرا مع سيموس سنسور اللي فيها عم بتعطينا ريزولوشن كثير عالي، فينا نصور فيها ب فيري لو لايت، يعني قد ايه بيكون اللايت ديمد بضل فينا ناخذ صور كثير حلوه، بذات الوقت عم نصور فيديو كمان بريزولوشن كثير عالي. فهي هالكاميرا من البيست كاميراز موجودين بالاسواق. هي قطعتين بتتركب، يعني البودي لحال، اللينس لحال، الفيو فايندر هو 3 انش سكرين ورا مع الفيو فايندر فوقه، يعني عندنا تو اوبشنز، او بنشتغل على السيستم القديم بنطلع بالفيو فايندر، او بنشتغل على السكرين اللي هي 3 انش. هيدي هي الكاميرا. بطنز كثير قليل اللي فيها لانه تقريبا كل شيء موجود على السكرين، هالسكرين اتس تاتش سكرين. بس هي بيرسونال يوز يعني ولا يعني بيرسونال بروفيشنال؟ بروفيشنال اكزاكتلي. يعني هي لوكس كثير، يعني فيك تكون عندك تليفون حيلا تليفون بسعر معين، وفيك يكون عندك تليفون كثير غالي. فهيدي بترجع لكل واحد هو شو عباله يكون عنده. هيدي هي الفكره بالتحديد، لانه بالنهايه كل الكاميرات صاروا
شبيهين فيهم الاوبشنز نفسهم، انليس انه هون بس هال 50 ميجا بيكسلز اللي بعد مش موجوده ولا بكاميرا، اللي شفنا شوي قربوا عليهم هن النوكيا بتليفون وقربوا صاروا 41 ميجا بيكسلز والبقيه بعضهم كثير كثير بعاد. صح. ف بالنهايه كل واحد بقرر شو عباله يكون عنده. هي هيدي الكاميرا مع اللينس الكبيره، اللينس الكبيره بيزيد سعرها، يعني اذا بتكون 27 بتحطي لها اللينس الكبيره بتصير 30000. اوكي. رح انتقل لشغله كثير بعد اهضم واصغر وكومباكت وكل يوم وأرخص. انت بحاجه لها كل يوم كل يوم ما في مجال ما تكون انت بحاجه لها. رح نحكي عن تشارجر كثير صغير، ليثيوم كارد اسمه. ميني تشارجر يعني؟ تقريبا اتس بورتبل تشارجر. اوكي. ما بقى تنقطعي، حجمه كثير حلو، مهضوم زغطور، وسماكته تقريبا سماكه خمس كريدت كاردز فوق بعضهم، يعني كانه اذا انت حاططيه بقلب بورتفوي فيكي بكل سهوله بدل أوكي. خمسه كريدت كاردز يعني، بس بالتحديد هالقد السماكه. الحلو فيه انه اذا انت عم بتشرجي اول شيء اذا لاحظتي الكيبلز تبعوله مخفيين لانه الكيبلز هن موجودين بقلبه. رح نشوف هون هذا حجمه اكزاكتلي exactly. رح فرجيكي كمان الكيبلز كيف بيطلعوا منه، فهن مخفيين منك بحاجه تحمليهم بايدك. هدول هن يعني اليو اس بي لتشرجي له، واللايتنينج هي لتشرجي فينا نقول الايفون 5، او حتى في عنده كمان فينا نشرج بالمايكرو يو اس بي، فينا نشرج كل شيء جالكسي اتش تي سي. ما فيك تشرجه له دايركتلي يعني من السوكت؟ بلا اكيد من تشارجر لانه هي بالنهايه بطاريه هون موجوده بقلبه. بس الحلو كمان اذا عندك التليفون فاضي وهو فاضي وشرج فيه، عنده سيستم باي باس بيشرج الاثنين سوا. يعني بتشكي له وبتشكي التليفون فيه بذات الوقت، بتكون عم بتشرجي الشارجر والتليفون. والحلو بعد اكثر انه هالحجم الصغير بس كل دقيقه بيشرج لك 1%، يعني 15 دقيقه 15% من البطاريه. سو بهالطريقه بنكون عم نشرج تليفوننا مع تشارجر محطوط بالجيبه، منه مزعج منه بلكي ابدا. صح. اتس هيك الحجم مهم اكيد، ميكس ا ديفرنس. راح ننتقل بعد لايتم كمان مش غلط، عرفنا قد ايه حقه. ما عندي سعره تقريبا يعني ما له كثير غالي. اكزاكتلي ما عم نحكي فوق، يمكن اراوند 100 المزاكدين يمكن اقل حتى. هيلبي او جوبي هي شفنا كذا ويربل ديفايس بالاخص للفتنس، كلهم بيعطونا كل المعلومات اللي احنا بدنا اياها. انليس بس شغله وحده، انه ولا وحده كانت تعطينا قد ايه عم نفوت كالوري على جسمنا، بس هي بتعطينا قد ايه نحن عم نحرق كالوريز. في منهم بيعطونا قد ايه عم نحرق كالوريز. هيدي الفكره انه عم جوبي هي قديش عم نفوت كالوريز وقد ايه عم نحرق بذات الوقت. سو هون عندك كذا اوبشن. هي ووتر بروف اكيد، لانه اذا انت عم تستعمليها تنعتبر بسباحه بتحرق كالوريز، كمان فينا نشوفها قديش عم نحرق كالوريز نحن عم نسبح. سو هيدي هي اكيد تايم كالوري انتيك بيرن كالوريز هايدريشن ليفلز هارت ريت بلاد بريشر ستريس ليفل كمان هون كمان هيدي ما كان عندنا اياها قبل ستريس ليفل وديستنس ترافلد اكيد كله موجودين على هالديفايس الصغير اللي هي بتنلبس. ما بعرف اذا كثير منيح نعرف قد ايه ستريس ليفل تبعنا. هو ضروري انا برايي. والله من يومين انا هيك صار في هيك انسيدنت صغير مع فريند اوف ماين، كان لازم يعرف قد ايه ستريس ليفل تبعه. يعني ليه لانه هي واز فيري ستريس لدرجه انه طلع ضغطه. ف اوكي كثير منيح بس بحس بس تعرف قد ايه ستريس ليفل تبعك يو كان ستريس بزياده قوليك يعني وقت بقى عم تقنع حالك انه انا نوت ستريس انا رايقه انا فظيعه انا روعه يعني راسي ليه متضايقه بتعرفي ليه اي اوكي هيدي فكره هلا هو اكيد بس كايند هو بعتقد اساس كل الامور كثير او امراض كثيره حتى لا بس اوقات بقى هيك بس ستريس على خمس دقائق وبت
بتعمل حق يعني. بتجرب ترتاح او بتجرب تقنع حالك انه you're not stressed. بس عرفت قد ايه الليفل هون بتجرب توطي بعتقد. هلا الفكره انه مع بلوتوث اكيد بتعملي كونكشن بيرنج مع يور تليفون يور سمارت فون. هون عم نشوف مثلا بتقلك قد ايه كالوري انتيك بتيني وحده هايدريشن ليفل قد ايه في مي بجسمك لانه في كتير ناس بتنسى مرات تشرب من بوقت من الاوقات يعني بيلتهوا وما بيشربوا ولازم على طول نشرب حوالي لترين ونص بالنهار. ف اول ستيب وثاني ستيب هن كثير مهمين. ايه ما لازم تعطش بالنهار اصلا. صح صح. اذا عطشت يعني صار في مشكله. مزبوط. ف يعني كثير ناقص دي هايدريتد. الناس بينطروا تيعطش ولا حتى اليوم هيك بيعرفوا حالهم. هلا سليب ستيتس بتقول لك قديش كيف كان هالنوعيه النوم اللي نمتيها. ستريس ليفل هيدي اللي انت ما بعرف ما حبيتيها بس موجوده فيك تقطع عليها اذا بدك تتعرفي شو عم بيصير معك. بالنهايه هيدي هي فكره هالويربل ديفايس اللي هي جو بي. اذا رح ننتقل بعد لايتم موجود امين ما في ستريس ليفل كله اكيد واطي. اكيد لا واطي ستريس ليفل على طول. كنا عم نقول هذيك اذا مش ورك اوت كان يومين اكزاكتلي من يومين كنا عم نقول لو ما امين موجود معنا يمكن كان كثير بيكون سيريس بيكون سيريس الجو الصبح بتكون الوعي صعبه. رح روح لاخر ايتم. فاذا اخر ايتم هو اذا شفتي كيس وهالكيس معلق فيها الجو برو الفكره منها انه هالتليفون تبعك رح يصير هو السكرين للجو برو لان الجو برو ما عنده سكرين. كل شيء بتصوريه لازم توصلي الجو برو على كمبيوتر لترجع تشوف شو صورتي بينما صار فيكي هلا بهيدي الفكره بهالكيس تليفون اكزاكتلي بيصير فيو فايندر التليفون. بس ما ننتبه انه التليفون بيصير ابسايد داون سو لازم نعمل له لوك لحتى الصوره ما تقلب. وبالنهايه عندنا هالكيس لحتى موصولي على هيك في عندها ريجلاج لحتى تزبطي الكاميرا مثل ما بدك بتعليها بتوطيها كثير هينه وفيك تشوفي كل شيء عم بتصوريه ثرو ذا سكرين اوف يور فون. عم نحكي هون عن ديفايس حقها تقريبا حوالي ال 36 دولار منها كثير غاليه. فيك تحصلي عليها اكيد صار بالاسواق. نايس. بعتقد هذا خلص وقتنا هذا كل شيء. انا بعد عندي بس راح اتركه لبعدين هلا شتي لانه الايتم هيدا في بحر وما بحر مش وقته مش وقته. اوكي وراح ناخذ بريك. هلا بعد البريك راح نكون مع امين. انا مش عارف اذا راح اعمل ورك اوت ولا شيء ثاني من اكيد اليوم.